طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين: الأول أسباب انهيار تحالف العبادي مع الميليشيات، وفي المحور الثاني نناقش تفجيرات بغداد الأخيرة ومن يقف وراءها. فاصل ونعود لكم. بعد يوم من إعلان حيدر العبادي تحالفه الانتخابي مع قادة ميليشيا الحشد، تعرض تحالف العبادي إلى هزة عنيفة، وذلك عقب انسحاب جميع مكونات تحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري والمتحالفين معه بسبب ما قالوا إنه يقوض فرص الصعود أو فرص الأحزاب بالصعود. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. فالقوم في السر غير القوم في العلن، كما أسعف هذا الشطر معروف الرصافي في توصيف حالة معينة في وقت ما، هو الآن يسعف آخرين بإسقاطه على حالة شركاء السياسة مقتسمي الكعكة بالعراق الجديد. في ليلة ومن بين أروقة الخضراء أعلن العبادي تحالفا انتخابيا، وفي صبيحة تلك الليلة استفاق هو وشركاؤه على التحالف منهارا. لم يكن تناقض العبادي بتحالفه مع من كان يرفض دخولهم الانتخابات أصلا محط أنظار بعد أن بات ما سماه ائتلاف النصر في حكم العدم عقب انسحاب أغلب المتحالفين منه كميليشيا بدر والعصائب، ليتبعهما على عجل المجلس الأعلى وكتلة منتصرون وآخرون. تحجج المنسحبون بانضمام من وصفوهم بالفاسدين للتحالف، فضلا عن رفضهم انضمام آخرين كالحكيم أو الصدر، لكن مع توالي المنسحبين وغزارة التصريحات بدأت تتكشف الأسباب الحقيقية للانسحاب. كريم النوري القيادي في ميليشيا الحشد قال إن الأعداد الكثيرة للمتحالفين لا تسمح للأحزاب بالصعود، فإن الفرص بين الائتلاف الواحد ستكون صعبة، وهذا ما أكده أيضا رئيس كتلة منتصرون مهدي الموسوي الذي أشار إلى وجود أكثر من 60 كيانا سياسيا، ما يسبب عرقلة العملية الانتخابية وتشرذم أصوات الناخبين. لذا وجدت كتلته وغيرها أن من الضروري الانسحاب لضمان امتيازات أكبر. وإذ لا يعرف ما إذا كان انفضاض الحلفاء لتدبر مصالحهم الخاصة ما يدفع إلى جمعهم من جديد، لكن تجارب ماضية تؤكد أن كل ما على الساحة اليوم لا يعدو كونه شكلياً فقط، فبعد الانتخابات سيتحالف متصارعو اليوم لتشكيل كتلة كبيرة تدير دفة البرلمان. بيد أن هذا المشهد الهزلي كما يصفه كثر، والذي جاء بوقت أنهك فيه الشعب قمعا وتشتيتا وبعضهم قتلا وتشريدا، يحيل إلى الأيدي الممدودة من فوق الأنقاض لتكمل ما بدأته على ركام مدن البلاد المدمرة. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ أحمد المحمود الإعلامي العراقي من لندن، والأستاذ جبار الياسري الكاتب والمحلل السياسي من كربلاء، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ جبار الياسري، يعني رئيس تحالف الفتح هادي العامري قال اليوم الثلاثاء بأن انسحاب تحالفه من تحالف النصر الذي يترأسه حيدر العبادي جاء لأسباب فنية، فيما أبدى استعداده للتحالف مع العبادي بعد إعلان نتائج الانتخابات. هل الأسباب الفنية مقنعة لحل تحالف انتخابي لم يكمل يوما واحدا؟ ما رأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين وللأخ أحمد من لندن. أكيد يعني ما يجري الآن من حراك هستيري محموم وصراع خفي خلف الكواليس من تحالفات وتحشيدات وتهديدات وشراء ذمم وضحك على عقول الشعب العراقي للمرة الخامسة باسم الانتصار على داعش وباسم تحقيق هذه الانتصارات وائتلاف الفتح والنصر وما شابه ذلك، للضحك على عقول العراقيين مرة أخرى. ولكن أقول لك أخي مقدم البرنامج وللسادة المشاهدين، ونحن لا نقول ما يقوله إلا ما يقوله الشعب العراقي،
وما يقوله المنصفون من أبناء الشعب العراقي حتى من رجال الدين ومن الخطباء المتنورين والمنصفين عندما يؤكدون بالحرف الواحد ويقولون إن المرجعية الآن الكرة في مرمى المرجعية الدينية في النجف، وأن النجف هي من ورطتنا بانتخاب هؤلاء النكرات على حد قول الشيخ جعفر الإبراهيمي. هذا ليس كلامي، الشيخ الإبراهيمي يقول مشكلتنا كبلد كعراق كشعب عراقي ليس مع داعش ولا مع القاعدة ولا مع الأكراد ولا مع المكونات الأخرى، مشكلتنا مع ما يسمى الائتلاف العراقي الموحد، أي قالها أننا المرجعية ورطتنا انتخاب قائمة 169 من قوسين الشمعة، وهؤلاء الآن يعيدون تصديرهم ويعيدون للمشهد تحت غطاء النصر وتحت غطاء داعش. ولهذا نقول يقولون بالحرف الواحد نحن ننتظر، لا ننتظر نتائج الانتخابات ولا ننتظر الانتخابات، وإنما ننتظر فتوى من المرجعية على غرار فتوى الجهاد الكفائي الذي قاتل به الشعب العراقي وقتل فقراء العراق وتعساء العراق، ومن يقتل في التفجيرات هم الفقراء العراقيون، ومن يقتل في الجبهات هم الشباب العراقي المغفل والمسكين والفقير. ولهذا نريد فتوى على غرار فتوى الجهاد الكفائي بعدم، وليسمع الشعب العراقي، بعدم انتخاب وإعادة تدوير نفايات الحقبة بين 2003 و 2018. يعني هؤلاء الذين شاركوا في العمل فيما يسمى بالعملية السياسية يجب على المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وهي تتحمل المسؤولية الدينية والقيمية والإنسانية والأخلاقية بأن تصدر فتوى قبل الانتخابات، قبل ما يسمى بمهزلة الانتخابات، لاجتثاث هؤلاء والمجيء بأناس شرفاء نزيهين من داخل العراق. هنالك كفاءات في داخل العراق، هنالك أساتذة جامعات، هنالك عمداء جامعات، هنالك كفاءات عراقية تملأ الخارج، تعمل في جميع الدول العربية والدول المجاورة والدول الإقليمية. نريد من المرجعية أن تفتي بتبديل هذه الوجوه الكادحة وعدم الضحك على الشعب العراقي 4 سنوات قادمة. هذا ما يقوله أبناء الشعب العراقي ومن داخل العراق. نعم أستاذ جبار ياسر، يعني هذا العامر يقول بأن الخلاف جاء لأسباب فنية، معقولة أنه تحالف يتم فضه في يوم واحد والعذر أو السبب لأسباب فنية؟ ما هي الأسباب الفنية التي تجعل من تحالف يعني ينفرط بيوم واحد؟ التحالف مضى عليه بالضبط 30 ساعة فقط، 30 ساعة مر على هذا التحالف بين هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وحيدر العبادي، ولكن دخول التيار الصدري والممثل بالسيد مقتدى الصدر والتيار الحكيم الممثل بعمار الحكيم على الخط هو الذي أفسد أو أفشل هذا التحالف، وقالوا نحن سنتحالف. يعني هؤلاء متربصون انتهازيون ينتظرون بعد الانتخابات لمن تكون الغلبة ويتوحدون مع حيدر العبادي في حال حصل. بالمناسبة أنا طبعا أجزم بأن هذه الانتخابات سوف لن تجرى، لأنه الشعب العراقي ضاق ذرعا بهؤلاء ولم تجري الانتخابات. كل المتوقع وكل السياسيون يقرؤون المشهد بأن هنالك ستحدث مفاجأة في العراق قبل في شهر نيسان أو شهر آيار لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإفشال هذه العملية اللا إنسانية، حتى ونعتناها بالمخابراتية والاحتلال ومخلفات الاحتلال، ولكن يجب إنهاء هذه المهزلة التي تم بواسطتها نهب وسرقة وتدمير وقتل أبناء الشعب العراقي. يا أخي من جاء بداعش؟ يجب أن يحاكم هؤلاء، من أدخل داعش طبعا أستاذ جبار ياسر، نحن بانتظار الأستاذ أحمد المحمود ولكن تعذر الاتصال به لغاية الآن. أستاذ جبار ياسر، يعني النائب فالح الخزعلي وهو عضو كتلة منتصرون
قال لا نسمح لأنفسنا أن نكون جزءا من منظومة الفساد وتدوير بعض الشخصيات التي أساءت إلى العراق، اتهام واضح لكتلة العبادي بأنها فاسدة، كيف تحلل هذا الموقف؟ كما قلت في بداية حديثي، الشعب العراقي والكثير، نحن لا نتهم الكل بأنهم عملاء وخونة ومرتزقة ولصوص، لا أبدا، هنالك ناس وناس شرفاء حتى في هذه العملية السياسية، ولكنهم قليلون جدا وصوتهم غير مسموع. فعندما يقول هذا النائب أو ذاك أو هذا الشيخ أو ذاك أو هذا المرجع أو ذاك ويشخصون ويسمون الأشياء بمسمياتها، يعني يعون ما يقولون. نعم، حكومة العبادي متهمة بالفساد. العبادي ضحك على الشعب العراقي 4 سنوات، إننا سنضرب بيد من حديد، وإننا سنحاسب الفاسدين، وإننا سنعمل وسنعمل وسنقضي على حيتان الفساد وسنسترجع أموال العراق. حيدر العبادي لم يحقق أي شيء سوى النصر الذي حققت في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وإيران على ما يسمى بين قوسين داعش. هذا كل إنجازات حيدر العبادي، والعالم يعرف الآن. الشعب العراقي حقيقة مستاء جدا كما ذكرت من موقف المرجعية، موقف المرجعية موقف حقيقة مشين، ولا يتم أبدا، يعني لا يمكن أن يتصور أنه الشارع العراقي والشعب العراقي يسكت إلى ما لا نهاية وينتظر الفتوى من المرجعية. المرجعية كما هي المسؤولة، وهي من صدرتهم، وهي من تبنتهم، وهي من أمرت الشعب العراقي بالتصويت على الدستور. الآن الشعب العراقي يريد إلغاء الدستور وتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي. يا أخي، ما معقولة هذه التفجيرات عندما يختلفون تبدأ التفجيرات. لماذا الآن تفجيرات مروعة في بغداد يروح ضحيتها مئات الأبرياء؟ أعود إليك أستاذ جبار الياسري. أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شاهين محمد من السويد. أستاذ شاهين، النائب اسكندر وتوت رئيس كتلة الوفاء والتغيير المتحالفة مع تحالف هادي العامري قرر الانسحاب من التحالف مع العبادي والبقاء في تحالف العامري، قال بأن مشروعنا واضح هو محاربة الفساد والطائفية، ولم نجد هدفنا هذا في التحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي. هل هناك أكثر طائفية من تحالف الفتح الذي يضم الميليشيات الطائفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه الانتخابات وهذا السلوك المعروف لدى العراقيين عموما هو سيناريو يعني كتب في طهران ويخرجه السفير الإيراني في بغداد بموافقة المنتج الأمريكي. هذا هو ملخص القصة. أما تفاصيلها وتفاصيل المشهد الانتخابي الذي يدور في بغداد، يعني كل ما يدرج من حجج هي واهية وغير لا تنطبق عليها أي من أحكام العقل. يعني الآن يرفض الأخ يرفض هذا أنه هو يريد ينسحب لأنه لا يعرف كيف بتحالف بهذا العدد ينفرط بليلة وضحاها أو خلال 30 ساعة. هذه المسألة مرتبة سابقا، وللعلم يعني معلومة أكيدة، الآن صناديق الانتخابات كاملة وجاهزة حسب المقاعد وجاهزة، والآن موجودة في مخازن قريبة عن القنصلية العراقية في كرمنشاه بحراسة الحرس الثوري الإيراني. وكل ما يدور هذا هو لعبة إيرانية لا تغيب عنها الموافقة الأمريكية. وهذا المسرح وهذا الهرج والمرج هو فقط لإرباك الشارع العراقي، وإذا ما اقتضت الحاجة للتغيير هذا الوجه عن ذاك لا يكون مفاجئا للشعب العراقي بهذه الكم من الأقاويل والأكاذيب والمسرحيات على الشعب العراقي. كل ما هنالك هو تغيير بالوجوه والأسماء. العملية عملية إيرانية بحتة، والقادم هو استمرار لما هو ماضي ولا يتغير أبدا. نعم أستاذ جبار الياسري، يعني الصدر اشترط للانضمام إلى تحالف العبادي توقيع وثيقة معلنة بعدم التحالفات لاحقا مع جهات أخرى أو أطراف من قوى الحشد.
بحيث فشلت المفاوضات بين الصدر وبين العبادي، هل يتخوف الصدر من تحالف العبادي مع الميليشيات بعد الانتخابات؟ وهذا بدوره يؤدي إلى ضياع مناصب وزارية مهمة ربما تطمح كتلة الصدر بها، ما رأيك؟ السيد مقتدى الصدر يقرأ المشهد ويعرف جيدا أنه في حال تم التحالف مع الحشد الشعبي أو قادة الحشد الشعبي قيس الخزعلي الخصم اللدود للتيار الصدري وهادي العامري المنشق عن المجلس الأعلى، سوف هكذا هم يقرؤون المشهد وهكذا يتصورون أنه في حال دخولهم في قائمة واحدة سيكتسحون التيار الصدري، وأنا أعتقد أنه هذا من المستحيل لأنه أتباع التيار الصدري كثر ولا يمكن أن الكل يريد أن يتحالف مع الصدر، وخاصة تجمع القوى المتمثل بأياد علاوي والآخرين وكذلك حيدر العبادي. حيدر العبادي أيضا يخاف من اختلال التوازن في الانتخابات القادمة، فيطلع هو الخاسر من هذه اللعبة، وربما يكون هنالك يعني الذي يفوز بهذه الانتخابات بنسب متفاوتة أو التيار الصدري وقوى المتحالفة معه من أياد علاوي وغير أياد علاوي، وكذلك الحشد الشعبي، لأنه الحشد الشعبي راهن ويراهن أنه هو الذي انتصر على داعش وهو من حقق الانتصار، ولهذا لديه ثقل ولديه وزن في الشارع العراقي. وحيدر العبادي يخشى، أنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي، يخشى أن يكون في حال أدار ظهره للميليشيات أو لقادة الحشد يخشى أن يكون مصيره مصير علي عبد الله صالح، هذه حقيقة. ولكن نحن لا نعول على الانتخابات، أنا أقرأ المشهد تماما وهذا طبعا يعتمد على حس الشعب العراقي ومسؤولية الشعب العراقي واستجابة المرجعية لمطالب الشعب العراقي في حال أفتت المرجعية، وهذا ما قلته في بداية حديثي، بعدم انتخاب هذه الوجوه بتياراتها بأسمائها بمكوناتها. يا رجل اليوم عندنا أكثر من 251 حزب و29 تحالف، يعني هؤلاء شتتوا أفكار الشعب العراقيين ولا يعرفون، يعني الآن حتى الذي يريد أن ينتخب لا يعرف ينتخب من ويعطي صوته لمن. ولهذا الحقيقة تقول أن هنالك حتى إذا جرت الانتخابات سيكون عزوف كبير جدا من الإدلاء بالأصوات، حتى قالوا أنه عندما نذهب سوف نكتب بنضع علامة لا، ولكن كما أشار الأخ إذا كانت صناديق الاختراع جاهزة والأصوات موجودة فأكيد ستكون الغلبة لمن يحكم الشارع العراقي ومن يسيطر على المشهد العراقي السياسي والديني والطائفي. نعم أستاذ شاهين محمد، يعني تسجيل المفوضية لتحالف النصر وهو تحالف حيدر العبادي رغم إغلاق باب التسجيل يعد أول خرق انتخابي في اقتراع 2018 كما عده خبراء في شأن الانتخابات، برأيك لماذا تأخر حيدر العبادي بتسجيل كتلته لدى مفوضية الانتخابات؟ الحقيقة لو جئنا إلى بداية أصل الموضوع هي المفوضية، المفوضية هي عبارة عن ممثلين لهذه الكتل وهذه الأحزاب، بمعنى هي نفس المفوضية خاضعة إلى المحاصصة وخاضعة إلى القوة، ونحن نعرف دائما من هو في السلطة له أولوية على غيره، هو لأنه هو اللي يحول الأموال وهو اللي يمول هذه المفوضية، فلذلك هو يتمكن من خضاع هذه المفوضية لإرادته. فالمفوضية هي واجهة لهذه الأحزاب وليست مستقلة كما يعلن، وهذا غير صحيح، بالأسماء موجودة لكل حزب ممثل موجود بالاسم مقابلة هذا ممثل هاي الكتلة ممثل هذا الحزب، وحتى أن ممثل الجماعة الحكيم والمجلس الأعلى ممثل واحد، فهذه العملية يعني عملية مهزلة وحقيقة استهانة بالشعب العراقي ككل كما هم يعرفون أنفسهم. نعم أستاذ جبار الياسري، يعني ربما حركة انسحاب كتلة الميليشيات من كتلة العبادي جاءت بسبب التذمر من قبل العراقيين من هذا التحالف، وبالتالي سيتم التحالف بعد الانتخابات كما يقول مراقبون، هل توافق
مع ما جاء في تحليلات بعض المراقبين؟ كما أشرت قبل قليل أخي الفاضل، الانتخابات هي عبارة عن مهزلة جديدة وضحك على الشعب العراقي بأسماء ومسميات جديدة، كما هو نور المالكي. الآن أنا وصلني خبر أن التشكيل أو تحالف نور المالكي اللي تحت اسم IR، الخبراء القانوني يؤكدون بأن هذا التحالف باطل وليس قانوني. يعني حتى هم الآن حقيقة، أنا دعني أسمي هذه المعمعة وهذا الحراك بعرس الواوية. عرس الواوية أتصور باللهجة العراقية شارف على النهاية. الشعب العراقي اليوم وصل إلى قناعة وهو أذكى من نور المالكي وأذكى من حيدر العبادي، ويعرف ويقرأ المشهد بشكل جيد، ويقول ما هذه الانتخابات ما هي إلا لتدوير النفايات القديمة بوجوه جديدة وبمسميات وتحالفات جديدة. لا أتصور أنه حتى إذا أجريت الانتخابات، ونضع علامة 100 علامة استفهام على إجراء الانتخابات، لأن هذه الانتخابات بكل المقاييس وبكل المعايير، في حال أجريت هل تتوقع أنه سوف يتم التحالف بين الميليشيات والعبادي بعد الانتخابات كما جرى في سابقاتها؟ نعم، هذا ممكن جدا، لأنه العبادي ليس لديه حول ولا قوة. العبادي رجل مسير وليس مخير. العبادي يأتمر، يعني هو بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان إيران. الميليشيات هي أو التحالفات الجديدة، سواء تيار الحكمة والتيار الجديد، هذا تيار الانتصار أو النصر الذي يقوده هادي العامري، لهم اليد الطولة وتدعمهم إيران. وحيدر العبادي لا يمكن له أن يخرج، حتى وإن تظاهر بأنه يريد التغيير ويريد محاسبة الفاسدين ويريد استعادة أموال العراق، ولكنه لا يمكن أن يخرج من دائرة إيران ونفوذ إيران وسيطرة أتباع إيران على المشهد السياسي. ولهذا نقول أنه الأمر متروك للشعب العراقي. الشعب العراقي يستطيع بمظاهرة مليونية حقيقية، ويقوم بتطويق السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء بشكل سلمي وبشكل عصيان مدني على إفشال هذه الانتخابات وإجراء يعني إعلان حالة طوارئ في البلد، وحكومة تصريف أعمال إلى أن تتم تنظيف العراق من هذه النفايات. لا يمكن أن نبقى العراق بهذه الوضعية وبهذه الصورة. الآن الفقر يتفاقم يا أخي، القتل يتفاقم، التفجيرات سوف تتفاقم بالأيام القليلة القادمة بسبب الخلافات والصراعات الآن الموجودة بين هذه الكتل وهذه الأحزاب. نعم أستاذ شاهين محمد، يعني برأيك مع من سيتحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي في مرحلة ما قبل الانتخابات بعد خروج كتلة الميليشيات من تحالفه؟ الواقع السياسي الذي يفرض عليه المشهد هذا الظاهري، ستدفع إيران بعض عناصرها الموجودة للتحالف مع العبادي لحتى تبقى الهيمنة ضمن إطار، لأنه المرشح ليكون رئيس وزراء مرة ثانية هو العبادي وليس غيره، ليس وجود هناك شخص آخر أبرزته إيران أو أمريكا ليكون رئيس وزراء قادم. فالآن الضوء مسلط على العبادي، فلذلك إيران تريد أن تكون عناصرها المؤثرة تحت عباءة العبادي للتأثير على المجريات القادمة ما بعد الانتخابات. فستدفع إيران بعناصرها، وعلى الأكثر أن يدفعوا بجماعة الصدر لدعمه، وممكن يكون عمار الحكيم جزء من هذه اللعبة، إضافة إلى بعض عملاء إيران في الرمادي وغير مكان ممكن. نعم. وفي الموصل أيضا، الآن عرفنا أن هناك تحالف موجود في الموصل دفعت به إيران للعمل مع العبادي. لا نريد التسمية حتى لا نكون من باب التجريح، لكنه هي دفع قبل أمس، كان الأمر جاء له أن يذهب إلى العبادي ويتعاون معه. نعم أستاذ جبر الياسري، يعني لو افترضنا جدلا
بأن خطوة انسحاب الميليشيات سوف تشجع حيدر العبادي إلى الانضمام إلى بعض المطالبين بتأجيل الانتخابات كي يستطيع ترتيب كتلة جديدة، ماذا تقول؟ تأجيل الانتخابات لا يخدم أي من المشاركين في هذه المهزلة سوى طرف واحد وهو حيدر العبادي. حيدر العبادي إذا أراد أن ينجو بنفسه من مخلفات الانتخابات التي ممكن أن تنهي سياسيا وتنهي تاريخه كاعتبر من المشقين الآن على حزب الدعوة، لأنه في خلاف واضح بينه وبين ما يسمى كتلة القانون التي يقودها نور المالكي. ولهذا أنا أتصور أنه الحقبة القادمة ستشهد تجاذبات وتشهد اصطفافات جديدة، وإلا كيف يعني هذا الائتلاف الجديد الذي كان يراهن عليه حيدر العبادي أو كانت الميليشيات أو هذه العامري يراهن على التحالف مع حكومة حيدر العبادي التي حققت الانتصار بوجود الميليشيات أو بوجود الحشد الشعبي والفتوى التي أصدرتها المرجعية، كانوا مقتنعين 100% أن هذا التحالف سيكتسح المشهد السياسي وسيلقى ترحيب من الشارع العراقي. ولكن الشارع العراقي الآن ناقم على هذه الوجوه، ناقم على حيدر العبادي، ناقم على حتى على الحشد الشعبي الذي حقق الانتصار. يا أخي تشرشل حقق الانتصار على الحلفاء، وبعد الانتخابات عندما حدث الانتخابات في بريطانيا خسر تشرشل ويلسون تشرشل الانتخابات في بريطانيا وهو المنتصر، كذلك حدث هذا مع ديغول. فلا يتصور هادي العامري وابو مهدي المهندس وغيره وقيس الخزعلي وهؤلاء الناس الذين على دمائه يريدون ان يبنون مجدا لهم وحكومه وتاسيس حكومه وائتلاف جديد على حساب دماء ابناء الشعب العراقي الذين دافعوا عن العراق من داعش الذي ادخله نور المالكي وعصابه نور المالكي، وهؤلاء هم انفسهم من ادخلوا داعش الى العراق. نعم. يعني لا يمكن أن يضحك أن يتم الضحك على الشعب العراقي 4 سنوات قادمة باصطفافات وتحالفات مدعومة من هذا الطرف أو ذاك. والولايات المتحدة الأمريكية شاهد أخي ويشاهد العراقي المنكوب، الولايات المتحدة تقف موقف المتفرج لا تتدخل، هي سوف تميل إلى كفة الميزان، إلى الكفة الراجحة في الميزان. نعم. أما تميل كفة الميزان الراجحة للشعب العراقي، وأما تميل كفة هؤلاء ويعي ويعاد انتخابهم وتفضيلهم للمشهد مرة ثانية. الكرة الآن في مرمى المرجعية الدينية في النجف الأشرف وفي مرمى الشعب العراقي الذي يجب أن يضغط على المرجعية الدينية بإصدار فتوى صريحة وحقيقية وشجاعة بعدم انتخاب هؤلاء. يا أخي لا يمكن أن أن أن, أن يبقى المشهد. الأستاذ جبار الياسري الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من كربلاء، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من السويد البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. حمل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي حاكم الزاملي السياسيين مسؤولية التفجيرات التي هزت بغداد مؤخرا، وذلك بسبب الانشغال بالتحالفات الانتخابية والتصارع فيما بينهم وإهمال الوضع الأمني. وقالت النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي إن اختلاف السياسيين يترجم في الشارع بمفخخات وعبوات وأحزمة ناسفة. يأتي هذا بعد انفجارين استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. صباح برائحة الدم تفيق عليه بغداد اليوم في مشهد
بات معتادا في العراق الجديد. 38 قتيلا أو يزيد وأكثر من 100 جريح هي حصيلة قابلة للارتفاع بعد انفجار مزدوج استهدف تجمعا للعمال في ساحة الطيران وسط بغداد بمشهد يحاكي أياما دامية أخرى شهدتها العاصمة بغداد خلال 14 عاما ماضية. توقيت التفجير وما سبقه وما سيلحقه كانت محط تساؤل كبير، لماذا الآن بالذات؟ فقد سبق التفجير وكما الحال في السابق احتدام صراع الشركاء السياسيين قبيل كل انتخابات، حتى بات معروفا لدى العراقيين يوم التصويت له ما قبله بأيام تحصى على العراقيين أرواحهم، وهذا ما صرح به الساسة أنفسهم. فالنائبة جميلة العبيدي قالت إن اختلاف شركاء العملية السياسية يترجم في الشارع مفخخات وعبوات وأحزمة ناسفة عبر سيناريو تكرر سابقا وسيتكرر وفق النائب العبيدي. تصريح النائبة جميلة العبيدي يعيد إلى طاولة البحث ما كشف عنه رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض عن إطفاء كاميرات المراقبة الموجودة في ساحة عدن قبل نصف ساعة فقط من انفجار استهدف موكبه في المنطقة ذاتها، لتحال بشكل بديهي إلى ما ذكره وزير الداخلية قاسم الأعرجي لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن أجهزة الحكومة كانت تدفع في بعض الأحيان أجور نقل المتفجرات إلى بغداد. وإذ لا يعرف ما إذا كانت تفجيرات كهذه ستترك حرجا على الحكومة في بغداد، لا سيما وأنها أتت بعدما أعلن العبادي أن تنظيم الدولة قد انتهى في العراق، فإن كان منتهيا كما قال العبادي فمن يقوم بهذه التفجيرات إذن؟ يتساءل العراقيون، بينما يبحث السائل عن إجابة يستهجن آخر، إلى متى يدفع المواطن البسيط ثمن اختلاف شركاء العملية السياسية التي لا يرجى شفاء لها ولعلالها المستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن؟ ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا العقيد الركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول، والأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من السويد، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك سيارة العقيد الركن حاتم الفلاحي، كيف تقرأ هذه الانفجارات التي حدثت في بغداد من ناحية التوقيت ومن ناحية المكان؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين ولضيفكم الكريم. أنا أعتقد بأن هذه التفجيرات تحمل رسائل متعددة، منها رسائل أمنية ورسائل سياسية إلى جميع الأطراف الموجودين الآن على سدة الحكم في العراق. أنا أعتقد أن هذه التفجيرات في هذا الوقت لها دلالات متعددة بأن الصراع السياسي احتدم في العراق بشكل كبير جدا ما بين الأطراف السياسية، وهناك عملية تسقيط سياسي تجري في العراق على حساب دماء الأبرياء من الشعب العراقي. والدليل على هذا الكلام بأنه الحكومة عندما أعلنت الانتصار على تنظيم الدولة في الفترة السابقة، أعتقد بأن هذا يحتاج إلى كثير من الأمور لكي تثبت الدولة بأنها قضت على التنظيم، ولكن العمليات التي تجري الآن في شمال العراق في محافظة كركوك وفي أطراف مدينة الموصل وعلى الحدود العراقية السورية تعطي دلالة واضحة بأن التنظيم لم ينتهي كما زعمت الحكومة في الفترة السابقة. إضافة إلى هذا بأن هناك أطراف سياسية تريد تسقيط العبادي خلال هذه الفترة لكي لا يستفيد أو لا يوظف هذه الأمور التي جرت من استعادة لكثير من المناطق في الفترة الرئاسية لرئاسة الوزراء في الفترة السابقة، وبالتالي لابد أن تجري عملية تسقيط سياسي بأن ما ذهب إليه العبادي من إعلان النصر على تنظيم الدولة لم يكن كما كان متوقعا. وبالتالي أنا أعتقد بأن عملية التفجيرات التي تجري في العراق هذه ليست جديدة، فهي تظهر عجز الحكومة عن حماية المواطنين وإثبات اليد العليا لمن نفذ الهجوم، سواء كانت أطراف داخلية أو أطراف خارجية، كما أن هذه التفجيرات تثبت فشل الأجهزة الأمنية في متابعة الأحداث وسد الثغرات الأمنية، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الخسائر المادية والبشرية بعد كل تفجير. يضاف إلى هذا بأنه الحكومة الآن تعاني حقيقة من مشاكل متعددة، تحديات سياسية، وهذه التحديات واضحة للعيان خصوصا بعد استفتاء كردستان.
هناك تحديات إنسانية من المناطق التي تم استعادتها وتم تدميرها، وفشلت الحكومة في عملية إعادة الإعمار، بل أجبر الناجحون على العودة إلى هذه المناطق لكي يذهبوا ليدلوا بأصواتهم. وأعتقد بأن هذه الأمر لا يستوي أبدا، لأنه رجل يأتون به إلى بيته المدمر لكي يذهب لكي يعطي صوته في الانتخابات، هذه مفارقة كبيرة جدا. يعني إضافة إلى هذا بأنه الدولة اقتصاديا مفلسة مالية ليس وعليها ديون بأكثر من 130 مليار دولار. إذا نحن نتكلم عن دولة خاوية، ولكن المشكلة بأن الاحتلال هو من نصبها بالاتفاق مع إيران، وبالتالي حتى عندما دخل الشعب إلى مجلس البرلمان وإلى مجلس رئيس وإلى رئاسة الوزراء لم تسقط هذه الحكومة. إذا نحن نتكلم عن دولة قائمة بدعم من قوات الاحتلال وباتفاق إيراني أمريكي، وما يجري الآن هو عملية اتفاق وتنفيذ لأجندة أمريكية إيرانية. ليس هناك تقاطع أمريكي إيراني في المنطقة، وإنما هناك عملية ابتزاز تجري باتفاق الطرفين، سواء كان لدول الخليج أو سواء كان الملف العراقي والملف السوري. نعم الأستاذ شاهين محمد، يعني النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي كما جاء في التقرير قالت بأن اختلاف السياسيين يترجم في الشارع بمفخخات وعبوات وأحزمة ناسفة. برأيك ما هي الفائدة التي تعود لهذه الكتل السياسية جراء هذه الانفجارات التي تقتل الأبرياء؟ بداية قبل بدء الحديث أوجه تحية للعقيد الركن حاتم الفلاحي ضيفك الكريم، ويلزمنا يعني من أجل تحليل سليم لهذه الظاهرة أن نقرأ استراتيجية المحتل الأمريكي البريطاني بداية عندما دخل العراق تحت عنوان الصدمة والرعب. العراقيين امتصوا الصدمة وأعلنوا المقاومة وهزموا المحتل، والمقاومة مع الأسف يعني أوقفت عملها الثوري لإكمال المشروع السياسي، ولكن وبقي الرعب. هذا الرعب وهو خلق المحتل، خلق جمهورية الخوف. جمهورية الخوف. المقاومة من يعني دخلت العملية السياسية، هناك يعني قلة قليلة تدعي تمثيلها لفصائل المقاومة. نعم أنا لا أقصد دخول فصائل المقاومة دخولها لعملية سياسية على الإطلاق. نعم. أنا أقصد وقوف العمل الثوري، وهذا لأنه بدون عندما توقف العمل الثوري لم يتم إتمام المشروع السياسي للمقاومة الذي هو التحرير الشامل من كل أطراف المحتل والمحتل الإيراني. نعم. هذا ما كنت أقصده يعني. نعم. التفجيرات بسبب خلافاتهم فهذه هي يعني مسلسل واضح معروف عند كل العراقيين، حتى أننا نعرف أن التفاصيل دقيقة في حياة المواطن العراقي اليومية، يبتعد عن التجمعات لأنه يعرف أن الانتخابات قادمة، ويعرف أن عملية التحشيد الطائفي ستكون في بدم العراقيين. وبدليل لماذا اختيرت مناطق ساحة الطيران، ساحة الطيران جغرافيا هي المفصل ما بين مدينة الثورة وما بين مدينة الشعب للنقل من هناك، وأيضا باتجاه بغداد الجديدة. هذا المكون البشري هناك هو مكون محسوب على تيارات سياسية معينة، القصد منها قتل الناس هناك هو عملية حشد طائفي، ليس يعني ليس أبعد من هذا. فعملية القتل هي عملية تحشيد، أما استمراريتها فهذا يعني هدف أساس للمحتل الأمريكي البريطاني. نعم. المقصود منه أنه قتل أكبر عدد من العراقيين كما دمر البلد كامل وهدم بنية التحتية. نعم. العقيد الركن حاتم الفلاحي، رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر توجيها بملاحقة الخلايا النائمة. إذا كان لدى رئيس الوزراء معلومات حول ما يسميها الخلايا النائمة، فلماذا لا يقوم بعملية استباقية قبل وقوع هذه الانفجارات لإلقاء القبض على الخلايا النائمة التي يسميها؟ نعم أنا أعتقد بأن هذا التصريح للإعلام فقط، يعني أما مسألة أنه ملاحقة الخلايا النائمة، أنا أعتقد بأن هناك فشل استخباراتي لأسباب كثيرة. يعني أولا هناك خلل في بناء الأجهزة الأمنية للدولة. هناك اعتقالات عشوائية مثلا بعد هذا التصريح أو ما يسمى بالخلايا النائمة؟
الخلايا النائمة الذي يقصد بها رئيس الوزراء هو هذا التصريح للإعلام فقط، يعني ليس للحق حتى ليس للمتابعة، لأنه الأمر حصل وانتهى يعني. وإذا كانت هناك خلايا نائمة فالأولى بأن تكون هناك عمليات استباقية تقوم بها الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة قبل أن يقع الحدث. هذا واجبها، يجب أن تتابع الأحداث وأن تتابع هذه التنظيمات وأن تعالج الخلل قبل وقوعه وليس بعد وقوعه. المشكلة بأنه ردود الأفعال الأمنية والعسكرية تأتي متأخرة دائما، ومن ذلك تأمين المنطقة وإيصال فرق طبية والإطفائية وما إلى ذلك. أما مسألة أنه يكون هناك عمل استخباراتي سابق لهذا العمل، فهذا أنا أعتقد بأنه الأجهزة الأمنية العراقية بعيدة كل البعد عن هذا الإجراء، والدليل بأن هناك خلل في أصل بناء هذه الأجهزة الأمنية بداية. إذا تكلمنا عن التفجير الذي جرى في ساحة الطيران، هذا ليس التفجير الأول، منذ عام 2011 إلى 2018 ما يقارب 18 تفجير جرى في هذه المنطقة. هذه المنطقة لا تبعد كثير عن باب الشرجي، ساحة التحرير، ساحة الطيران، هي مفترق لمنطقة صناعية لكثير من الوزارات المتواجدة في المنطقة، ومنطقة مهمة للفنادق وما إلى ذلك. إذا هذه المنطقة عندما تطفأ الكاميرات التي نصبت في الشوارع وفي كثير من المناطق المهمة لمراقبة سير العجلات والدخول والخروج من المنطقة، إذن هناك عمل مقصود. هذا العمل المقصود لن يستطيع أحد الوصول إليه إلا من داخل الأجهزة التي بنيت منذ عام 2003. هناك اختراق لهذه الأجهزة بشكل كبير جدا، وهناك من يعمل وينفذ أجندة خارجية لا تمت إلى البلد بصلة. لذلك هذه التفجيرات التي جرت هي عملية تصفية حسابات سياسية قبل الانتخابات، وهذا ما يجري قبل كل انتخابات. إذن القضية قضية سياسية بامتياز، وتدهور الوضع السياسي انعكس سلبا على الوضع الأمني. أما من ناحية من يتحمل المسؤولية ولما لم تتم المعالجة، أنا أعتقد بأن من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هي الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنية، لأن هذه التفجيرات هي نتيجة فشل أمني وسياسي في البلاد الاثنين معا. ورئيس الحكومة بصفته القائد العام للقوات المسلحة يجب أن لا يكتفي بهذه التصريحات، ويجب أن يحاسب قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين عن هذه التفجيرات عندما يذهب ضحيتها أكثر من 46 قتيل وأكثر من 150 جريح. هذه الدماء من يتحمل مسؤوليتها؟ يعني لا تنتهي بتصريح للإعلام بأنه سنلاحق الخلايا الإرهابية وما إلى ذلك من كلام. نعم الأستاذ شاهين محمد، قبل التفجير المزدوج بيوم وفي مكان ليس ببعيد في ساحة عدن، يعني تم إطفاء كاميرات المراقبة قبل نصف ساعة من مرور موكب رئيس مجلس بغداد رياض العضاض، هل بدأنا بتصفية الخصوم السياسيين قبل الانتخابات؟ حقيقة أنا أود أن أعرج على يعني عملية الحكومة وتشكيلاتها. يعني لا يمكن أن يكون في حسابنا أن الحكومة موجودة وأجهزة واحدة، المالكي له جيش، الصدر له جيش، والميليشيات لها جيش، كل هذه الجيوش لها إمكانيات حكومة، لها إمكانيات قوة أن تفخخ وتفجر وتوقف الكاميرات وكل وتحتوي وتقتل وتنهب وتسرق. هذه المكونات يعني يحاولون أن يرموا عبء الأخطاء فيما بينهم على الحكومة. الحكومة جزء واحد من هذه الميليشيات، من هذه التكوينات العسكرية السياسية الإيرانية. فالمشكلة ليست بتصفيات شخصية فقط، التصفيات تأتي بأمر إيراني، اقتلوا هذا، اتبعوا هذا، ابعدوا هذا. هذه التصفيات وكل ميليشيا تتصور المالكي عنده سجون وعنده إمكانيات كاملة لاعتقال أي شخص والتحقيق معه بحجة أنه نائب رئيس الجمهورية، وكذلك القوى السياسية الأخرى الدينية، كل واحد يملك جيش كامل من المختصين في التفجيرات وفي المفخخات وفي الاعتقالات وفي التحقيق وفي المراقبة، كل واحد له جهاز مخابرات خاص به. فإذا العملية عملية مرتبكة في العراق، والحكومة جزء صغير من هذه التكوين. نعم العقيد الركن حاتم الفلاحي، يعني الاستمرار باستهداف شريحة العمال والفقراء والكسبة، ما الهدف من ورائه برأيك؟ يعني لماذا هذه الشريحة بالذات؟ هل يراد يعني كما أشار الأستاذ شاهين محمد وأنت أشرت قبل قليل،
هل يراد يعني من هذه التفجيرات أن تتصاعد أو يتصاعد الخطاب الطائفي من قبل بعض الكتل السياسية قبل الانتخابات؟ نعم، الإجابة في شقين. الشق الأول بأنه تحاول كثير من الأحزاب السياسية الآن أن تدفع إلى التخندق الطائفي في إجراء الانتخابات المقبلة، وهناك من ينوه بأنه سنذهب إلى تشكيل حكومة الأغلبية في الحكومة المقبلة. إذن يجب أن يكون هناك تخندق طائفي، وما هي ما تذهب إليه كثير من الكتل السياسية الآن حقيقة، بأنها تحاول أن تتخندق طائفيا. مسألة يعني القائمة العابرة للقارات، أعتقد أنها قد تلاشت الآن، لا توجد قائمة حقيقة عابرة للطائفية وما إلى ذلك الأمور. لذلك أنا أعتقد الشعارات التي يرفعونها كثير من السياسيين قد تلاشت الآن، فلذلك جزء منه يذهب إلى التخندق الطائفي، وتحاول الكتل السياسية أن تدفع بهذا الاتجاه من خلال هذه التفجيرات. والمسألة الثانية إظهار الدولة أو الحكومة، إظهار الحكومة بمظهر العاجز عن عملية الحماية التي تتم لهؤلاء المواطنين، وبالتالي هو فشل يضاف إلى الحكومة العراقية، وهو ما يحاولون أن لا يستفيد منه العبادي للدفع باتجاه فترة رئاسية مقبلة. وهناك أطراف كثيرة تدفع بهذا الاتجاه، ومن ضمنهم المالكي الذي يعتبر المالكي الآن حقيقة هو المنافس الكبير أو الحقيقي الآن للعبادي في تولي فترة رئاسية مقبلة في العراق. فلذلك هذه التفجيرات وإن أتت على هذه الشريحة المعدومة، فأنا أعتقد أنه أهم شيء عند هؤلاء هي كيفية الحصول على الأصوات، وليس كيفية المحافظة على أرواح الفقراء من هؤلاء. هذه الدماء لا تعني لهم شيء حتى وأن قتلت أعداد أكبر من هذه. فلذلك هذه المسألة مستمرة منذ عام 2003 إلى اليوم. هؤلاء يحاولون أن ينقصون على جراح الشعب العراقي من خلال هذه التفجيرات التي تتم بين فترة وأخرى. نعم. العقيد أركن حاتم الفلاحي، المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول، والأستاذ شاهين محمد، الكاتب والمحلل السياسي من السويد، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.